النهارده هنتكلم على حاجه هي طبعا الكتاب موجود زي ما شفتوه كتاب شامل جامع لكل اللي احنا بنقوله، ولكن انا ما بمشيش على الكتاب بالترتيب، يعني في توبكس وجمع وارجع تاني كويس. انا دلوقتي هنتكلم على الباينوميال expansion. والله ما فاضيش. البينومي اكسبانشن بالعربي مفكوك ذات الحدين. هي اسمها كده حتى في السنة والعام. الايديا فيها انه احنا عندنا براكت كده. حد هيقول لي. حد الاول 1. لو ما كانش 1 هنخليه 1. جنبي زائد او ماي. جنبي اكس او اي حاجة ده. يعني هي زوم بقى، ما الواد كان هنا ما قلتوش زوم ليه؟ انا ما اعرفش لا زوم ولا بوم. انا الواد كان هنا اللي هو الفني. ما انا عارف ان في بكره بس انا مش شايف، انا ظاهر هنا الزوم. ايوه كده كويس؟ الحمد لله. هو في واحد ليه زوم، واحد بيحب المحشي وواحد بيحب الدعم. باور ان. يسمى الباينوميال ايه؟ كلمة باي يعني اثنين. وفي تراي، تراي يعني ثلاثة. باينوميال ايه؟ وفي مالتي يعني أكثر. فإحنا شغلنا على باي هما ثنائي زائد الحدين اسمها بالعربي. إحنا هنصطفى على إن الحد الأول ده اسمه واحد. وزائد حاجة كده اسمها إكس. إحنا في المدرسة زمان كان يعني نفكركم كده لما يقول لك واحد زائد اكس كل تربيع كان بيحصل ايه؟ طب واحد زائد 2 اكس زائد اكس. طب واحد زائد اكس الكل باور 3. هيكليم انها واحد زائد 3 اكس زائد 3 اكس تربيع زائد اكس تربيع. طب لو قال لي واحد زائد اكس اس 4 انا بموتيفيت الايديا، خلي بالك. طلع واحد زائد 4 اكس زائد 6 اكس تربيع زائد 4 اكس كيو زائد اكس اس 4. هتقول لي يعني ايه بقى؟ في ماجيك انت انا قاعد تكتب من راسك؟ مفيش ماجيك في الماتماتكس. فيه علم وفهم. الطالب في سنه ثالثه اعدادي كان هيعمل ده ازاي؟ كان هيحسب ده ازاي؟ اخوك الصغير كان هيحسب ده ازاي؟ كان هياخد واحد زائد اكس لكل تربيع اللي هو ده مش كده؟ وواحد زيه واضربهم مع بعض، يعني يحطهم كده واحد زائد 2 اكس زائد اكس تربيع، يحط تحتها واحد زائد 2 اكس زائد اكس سكوير، ويضربهم في بعض دول، ده بيطلع له واحد زائد اكس اس 4. لو عملناها على ايدينا كده كاننا تلامذة صغيرين في اولى ابتدائي او اولى اعدادي، واحد في دول يدي واحد زائد 2 اكس زائد اكس تربيع. ال 2 اكس لما تضرب هنا تدي كمان 2 اكس. تضرب في ده هتدي 4 اكس تربيع. تضرب في الاخراني هتديني 2 اكس كيو. الاكس تربيع لما تضرب في الواحد هتديني اكس تربيع حطها تحت زميلتها. ولما تضرب في 2 اكس هتدينا 2 اكس تكعيب حطها تحت زميلتها. ثم لما تضرب في اكس التربيع هتديني اكس اس 4. وكنا زمان في ثالثه اعدادي محفظ ان اجمع بقى، خد خد دول كده واجمع. الواحد ما فيش غير مره واحده. 2 اكس و2 اكس يبقى كام يا شباب؟ 4 اكس. ادي 1 و4 و1 ادينا 6 اكس سكوير. ادي 2 و2 ادينا 4 اكس كيو. والاكس اس 4 غير متكرر هو ده اللي انا كاتبه في الاول واخد بالي. السؤال الان طب لو كانت 1 زائد اكس يا حل سمين تقعد تضرب دول بقى لغايه يوم القيامه ولا ايه؟ تاخدهم 2 ب 2 2 ب 2 طب بس ولقيت وقت قبل يوم القيامه ولسه ما متش ولسه اولادك يكملوا واحفادك. طب خليها قالك هتكون انت بقى مت واحفادك واحفاد احفادك والدنيا كلها مات مش كده؟ يبقى ما هوش ده التكنيك ان انا احط دول تحت بعض واضرب. ان هناك طريقه انا بكتب بيها من هنعلمها لك حالا. قبل ما نعلمك ده هنعلمك شويه حاجات موجوده على الكالكوليتر بتاعك. موجوده على الكالكوليتر بتاعك ما يسمى بالكومباينيشن. اللي بيبص في الكالكوليتر بتاعه هيلاقي ولا الابيض يبدو ان هو غلط. في
على الكالكوليتر. When you calculate في دي مكتوب عليه ان سي ار. كل واحد اللي معاه كالكوليتر هيفهم اللي بقول ايه، ما معهوش هيقعد متفلسف. انا عاوز اتفضل في كليه الحسابات ساعه ما الاحصائيات ان سي ار. كيف اقرا ان سي ار؟ تقرا ان والسي كومباينيشن تسميه لها سبب يعني وشرطه واصل فاراء ان كومباينيشن او احيانا بعض الناس بيسموها ان تشوز سي تشوز اختار ان تشوز ار وهي فعلا ده معنى الطبيعي بتاعها. معنى الطبيعي ان انا عندي مفردات عددهم ان 1 2 3 لغايه ان من المفردات I would like to select ار منهم select ار out of n. عايز اختار ار من الان. عدد طرق الاختيار number of choices اللي هي عدد طرق الاختيار هيعطى بالعلاقه اللي هي الان تشوز ار وانا هكتبها من هنا ورايح ان وتحتها ار كده من غير اي حاجه في كورس. This is the same as ان تشوز ار. ده النوتيشن اللي انا هستخدمه في المحاضره هنا. هذا هو الترميز اللي انا هستخدمه. ان تشوز ار هي بديل على الكالكوليتر بتاعك ان سي ار. طيب احنا لو دخلنا على الكالكوليتر وقلت لك 10 تشوز 0 هتلاقي الاجابه واحده. لما تحط على الكالكوليتر 10 اختار واحد اللي هي الان ب 10 والار ب 1 هنلاقي الار ب 10. لما نلاقي 10 تشوز 2 هنلاقي الجواب ده هيطلع 45 وهكذا. واخيرا في النهايه لما اقول 10 اختار 10 هنلاقي الجواب 1. طيب بدات بكام؟ 1 وانتهت بكام؟ 1. وفي ارقام مش لازم نبقى حافظينها. هما موجودين على الكالكوليتر هنختار. بس تعالى نفهم ايه بقى 10 تشوز 0؟ عندي 10 افراد مش عايز اختار حد. اديهم ظهر واخرج برضه من ظهر. لك طريقه محدده. انا اعطيهم ظهري واغادر من ظهري. لان انا مش عايز اختار اي حد من 10 دول. مش على هواي. عندي 10 افراد عايز اختار منهم واحد. اقدر اعمل ده بكام طريقه؟ ب10. اختار اي واحد، يبقى في 10 طرق لاختيار شخص واحد من بين ال 10. لو غلطت اختيار شخصين من 10 هلاقي 45 طريق. يعني مدرب كرة القدم مثلا في النادي الاهلي لو كان عنده 10 مهاجمين في 30 لاعب عايز اختار اثنين سترايكرز اثنين مهاجمين ده قدامه 45 طريق. يختار الاهلي اثنين في دول قدامه تشويس رهيب 45 سكة علينا نختار واحدة منهم يلعب بيها المباراة. وهكذا. طب 10 تشوف 10 ليج واحد. أنا قدامي 10 من الأفراد. عايز أختار مين؟ 10 من الأفراد. أختارهم كلهم بكام طريقة؟ طريقة واحدة. يبقى هناخد مبدأ دلوقتي تبقى حافظ إن تشوز 0 تبقى حافظ إنها بواحد. وإن تشوز إن أكيد بواحد. في الحالة دي هتديهم ضهرك مش هتختار حد لأنك طريقة واحدة. في الحالة دي اختار كل الناس وما بينهما بقى الكالكوليتر بيطلعها وانت مش لازم تبقى حافظ لها قانون لكن يحسن ان انا اعلمك. لو انا قلت لك ان تشوز واحد هتقول لي الجواب ان. لماذا؟ عندي كام فرد؟ ان. عايز اختار كام واحد؟ يبقى في ان من الطرق. لو كانوا خمسه تشوز واحد يبقوا خمسه. 10 تشوز واحد ب 10. 100 تشوز واحد ب 100 اكثر واحد ده. طيب من الاول بقى ان تشوز اثنين انا اعلمك. لما اقول ان تشوز اثنين اهو معمول شرط الكسر كده احط حدين اثنين فوق اللي هي النون في نون ناقص واحد وتحت احط مضروب اثنين. ايه بقى مضروب اثنين ده؟ ده اللي كانوا بيكتبوه بالعربي مضروب نون. كان يقرا ده باللغه العربيه مضروب نون. مضروب نون من الانجليش هيتكتب الان بدل النون ويحط علامه التعجب دي جنبيه وتقرا ان فاكتوري. سو ريد ات برضه زي اللي هي ترجمه مضروب نون. ريد ات ان فاكتوري. طيب وات از ان فاكتوري؟
لان فيكتوريا اللي هي حاصل ضرب الاعداد من اول نون لحد واحد. ان فيكتوريا ده تبدا بين ثم اللي اقل منه ان ناقص واحد ثم اللي اقل منه ان ناقص اثنين وهكذا في الاخر الاقي ثلاثه في اثنين الى ان اصل لكام؟ واحد. فاذا ما هو مضروب واحد؟ مين شاطر يقول لي؟ يلا واحد. ما هو مضروب اثنين؟ اثنين في واحد. واحد في اثنين يعني لكام؟ تبقى كده او اثنين في واحد او واحد في اثنين الجواب كام؟ ما هو مضروب ثلاثة؟ واحد في اثنين في ثلاثة. انت او ثلاثة في اثنين في واحد غيرنا الجواب كام؟ ستة واحد. في صعوبة؟ طيب يبقى احنا لو قلت لك احسب لي 10 تشوز اثنين تروح عامل شرط الكسر. يبقى 10 هتملى مكانين اثنين فوق بدءا من العشرة واثنين فاكتوريال تحت يبقى املى الاول اللي تحت اثنين فاكتوريال. فوق املى مكانين الاثنين دي الاسبايرز مين اللي انا احط مكانين 10 في كام؟ في 9 جواب هيطلع 5 مظبوط؟ 10 في 9 2 5 لو قال لي 10 تشوز 3 يلا انتوا ساعدوني او ما ابدا بايه؟ بالعشرة 10 تحت مضروب كام؟ واملى كام مكان فوق؟ 3 مكان 10 في 9 في 8 3 تطلع بقى زي ما هيطلع الاجابه خلاص؟ وهكذا عرفنا بقى حكايه المضروب دي اللي هتساعدنا لكتابه المفعول. انا عايز اشوف مثلا 1 زائد اكس ده اس 3. اي كليم ده قبل كده ان الاجابه دي هتطلع 1 زائد 3 في اكس زائد 3 ثانيه في اكس تربيع زائد اكس تكعيب. وات ذا ماجيك بيهايند ذس؟ ايه الاجابه دي؟ ازاي انا احفظ الاجابه دي حتى لو كان الاس ده مليون؟ لا ستراكشر لا طريقه. تعال بص اولا حاجه اس 3 طلعت كام حاجه؟ نعم سؤال بس سؤال في المثال حضرتك اللي قبل ده سيبك من المثال وسيبك انا لسه ما قلتش حاجه كل اللي نفسك فيها سوري هنبص على ده 1 زائد اكس اس 3 عد كام حد طلع؟ 4. طيب يبقى اذا عدد الحدود دايما هو ايه؟ ان بلس 1 ال ان اللي طالعه دي ونزود عليها ايه؟ لو قلت لك 1 زائد اكس اس 10 هتقول لي كام حد اكتبه؟ 11 خلاص؟ 1 زائد اكس نفسه الاس بتاعه 1 طلع حد ايه؟ لا هو 1 زائد اكس مظبوط؟ 1 زائد اكس اس 2 طلع 3 حدود اللي هم 1 زائد 2 اكس زائد اكس 3 يبقى اول حاجه بنلاحظها ان عدد الحدود في المفكوك هو ال ان بتاعتي دي او الاس زائد الاس. طيب اول حاجه كام؟ 1 اللي هو الواحد. واخر حاجه الاكس دي فوق 3 يبقى اذا انا لو حطيت لك مثلا 1 زائد اكس اس 100 يبقى 1 هسالك اسئله فيها كام مع حد ده؟ 100 اولهم 1 واخرهم اكس اس 100 اخرهم اكس اس 100 في صوره كده. طب عايزين بقى نتكلم على ما بينهم. لو انا اتعلمت ما بينهما يبقى اتعلمت اللعبه كلها. طب بسيط نرجع للمثال الاولاني ده اللي هو هرجع احطه قدامك تاني 1 زائد اكس اس 2 كل الناس قالوا الجواب ايه؟ 1 زائد 2 اكس زائد 2 اكس تربيع زائد اكس تربيع. طيب يا سيدي هنعيد صياغه هذا سيبنا من الواحد هذه الاثنين انا اقدر ابص لها على انها 2 تشوز 1 ما هو 2 تشوز 1 بكم طريقه اقدر اختار واحد من بين فرضين؟ اثنين رد اثنين طيب ودي اكس هتاخد اس واحد حد زعلان؟ ما هي كانت اكس اس واحد هتبقى اس اس واحد وبعدين ده هكتبه 2 تشوز 2 في اكس تربيع 2 تشوز 2 بكام يا شباب؟ اللي هو الواحد اللي يتقابل اكس تربيع ابتدت الايه؟ ان الحكايه مشعشع شويه هنا كاتبين كام؟ اللي هي الاس هنا كاتبين كام؟ 2 وابتدينا هنا نحط ايه؟ 1 بقى كام؟ 2 والواحد ده راح فين؟ بقى هو الاس بتاع الاس الاثنين بقت هي مين؟ الاس لو كنت فهمت دي حد 1 زائد اكس اس 10 تقدر تقول قول انت اول حد يبقى كام؟ 1 ثاني حد يبقى ايه؟ 2 10 10 1 اكس اس كام؟ 1 زائد ها
10 بس كانت بتشتغل اكس اس كام اللي بعده 10 شوف 3 اكس اس كام وفي النهايه اكس باور كان ممكن نحطها 10 شوف كام 10 ولكن 10 شوف 10 كام جميل ده اكتر من كده ده هذا الواحد هو شبه دول برضه I can write it x اس صفر اكس صفر بكام؟ وهنا 10 تختار صفر 10 تختار صفر بكام؟ واحد اكس اس صفر بواحد يبقى اذا كلهم فيهم نفس الاستراكشر بدأوا ازاي؟ بدأوا 10 اختار صفر ثم المعامل بقى 10 اختار واحد ثم المعامل بقى 10 اختار اثنين وهكذا ده ولي مش كده؟ طيب افندينا ده ما فيهوش اكس في اكس اس كام بقى؟ زيرو هنا يحط اكس اس كام؟ وهنا يحط اكس اس كام؟ وفي النهاية 10 تشوز 10 تبقى اكس اس كام يا شباب؟ اذا لا فرق لو الاس بتاعي مليون افرض الاس بتاعي كان 500 مليون انت فهمت اللعبة تمام لو كان الاس 500 اخوك الصغير هتقول له هديك 100 جنيه واد لو ضربت واحد زائد اكس في نفسها 500 مرة فيقعد يضرب فيها لغاية ما يكون القيامة قامت ويطلعها غلط برضه لما يحط حاجة تحت حاجة وتحت حاجة ويقعد يجمع هيطلع الإجابة غلط فاحنا نقدر نكتب على طول اهو وات از 1 بلس اكس باور 500 من شطور يمليه اول حد كام واحد ثاني حاجه نص 500 واكس اس كام المزيكا تشتغل اللي بعده كفايه اكتب اول وثاني حد 500 اكس اس كام وحط زائد وكام نقطه ثلاث نقاط المصريين انا قلت لكم قبل كده عندهم دايما اسهال نقط تلاقي الولد في المدرسه 17 نقطه يا ابني هم ثلاثه افتح اي كتاب يول فايند اكزاكتلي 3 بوكس عمرهم ما هيبقوا اثنين ولا هيبقوا اربعه هم ثلاثه في اي كتاب في اي لاين في الدنيا جرب هتلاقي ثلاث نقط لكن احنا المصريين واحد دايره بتاع وبعدين عندنا في حتى في اللغه العربيه يقول لك نقطتين وشرطه ومن اول السطر ما فيش حاجه اسمها في اللغه العربيه نقطتين وشرط جابوها منين انا ايام ما كنت بتعلم في المدرسه كانوا بيقولوا لنا كده ايه لو حط نقطتين وشرط ويبتدي من اول السطر ايه الشرط ده في نقطتين طب ايه الشرط جاي منين دي لا اصل لا في اللغه نقطتين وشرط من اول السطر ما فيش نقطتين وشرط في نقطتين بس كولن اسمه انجلش كولن كده ولكن ما فيش حاجه اسمها شرط نهائي وما فيش بتاع كده واحد يدورها دي هذا ليس طلب دراسات عليا هو حس ده ناس ناس حبس طيب احنا بنحب ايه؟ الروس طيب خلاص ال 500 بقى اختار واحد اربع كده اختار ال 500 اختار اثنين مش لازم ابقى حافظهم 500 اختار ثلاثه اقدر اجيب على هدي مثال ابسط شويه اكزامبل سبوز اي هاب واحد زائد اكس اس زائد خمسه يلا مليون واحد خمسه تشوز اكس زائد كام؟ خمسه تشوز اثنين اكس ايه؟ بلس ها؟ خمسه تشوز ثلاثه اكس مين؟ بلس ها؟ خمسه تشوز اربعه اكس اس كام؟ واخر واحد اكس اس كام؟ او تكتبوا خمسه تشوز خمسه اكس اس كام؟ سيمبليفاي أول حد يبقى كام؟ خمسة تشوز واحد يطلع إيه؟ يطلع خمسة. فيكس. اللي بعده خمسة تشوز اثنين هو خمسة في أربعة على مضروب اثنين فيكس ثلاثة. اللي بعده هي خمسة في أربعة في ثلاثة على مضروب ثلاثة إكس تكعيب. اللي بعده عبارة عن مضروب أربعة في اثنين. وهنا خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين إكس أس أربعة. والأخير إكس أس خمسة. مظبوط سيمبلي فاكت الواحد زي ما هو وبعدين 5 اكس اجريد طب 5 في 4 بكام؟ 20 20 على 2 ده 10 يبقى 10 اكس تربيع اللي بعد مضروب 3 هيروح مع ال 3 دي وناخد من دي 2 بس يبقى فاضل كام؟ 2 في 5 بقى 10 اكس تكعيب اللي بعد
مضروب 4 هو ال 2 في 3 في 4 ولا لا؟ يديني الفاضل كام؟ 5 5 اكس اس كام؟ 4 ثم الحد الاخير اكس اس كام؟ هعيد كتابتها تاني لغرض بنفس العقل. هي 1 زائد 5 اكس زائد 10 اكس 40 زائد 10 اكس اس 3 زائد 5 اكس اس 4 زائد اكس اس 5 ما عدد الحدود؟ ها؟ 6 احنا عارفين من الاول ولا لا؟ هم الباور كام؟ 5 زائد 1 يبقى يطلع كام حد؟ 6 حلو قوي. بص للمعاملات، معاملات يعني الارقام اللي مكتوبه قدام الاكسال اللي هم الواحد والخمسه والعشره، اقراهم كده وانت رايح واقراهم كده بالرايح. هنا كام؟ في الاخر كام؟ هنا كام؟ وهناك؟ هنا كام؟ 10 وهناك؟ 10 فالمعاملات كرها من الاول للاخر زي كرها من الاخر للاول. في سيمتري في المعادله. في صعوبه تلاقي حضرتك؟ هنلون عليك بقى. هنقول لك اكس بان. اكسرسايز اهو شبه الامتحان. اكس بان. يقول لي 2 زائد اكس اس 8. وعمرنا ما هنقول لك في الامتحان اكتب المفهوم ده. هنقول لك اكتب اول ثلاثة حدود بس. رايت ذا فيرست 3 تيرمز ان ذا اكسبانشن. ده شبه اللي اتعلمناه النهارده ولا مش شبه؟ ايه الاختلاف؟ اثنين بدل واحد. هنا بادئ بايه؟ باثنين. طلعها بره. اروح واخد 2 اس 8 مشتركا. استنى كام جوه؟ واحد زائد اس على 2، 2 على 2 يدي؟ واحد. واسم دي هتبقى اكس على كام؟ 2 على 2. هذه الطوبة ستحل محل الاكس بالاكسبانشن اللي قدامك ده. وهذه ال 8 هتحل محل الخمسة دي اللي هي 8 تشوف. طب مين شطور يبقى مين؟ ها؟ أنا عندي 2 اس 8 صح؟ افتح براكت بقى مش هقدر شطور. أول حد يبقى؟ واحد. برافو عليك. تاني حد يبقى إيه؟ 8 اختار كام؟ في مين؟ في إكس على 2 اللي هي الطوبة أس كام؟ إبلاني كمان واحدة على الأقل للنبي ها؟ 8 شوز 2 في إكس على 2 الكل؟ 2 وثلاث نقاط. آخر أنيمال يبقى إيه؟ آخر حد؟ إكس أوفر 2 باور كام؟ باور 8. إذا أيما كان هذا المكان أخذ بربطة المعلم هو يحل محل الإكس. والإن بتاعتي أهي تحل محل الإن. فأنا هنكتب القاعدة العامة هي الآتي: What is the general rule؟ general rule. شوف بقى الديفيلز بقى الحاجات الكبيرة دي اللي أنا أكتب وأنا مغمض ولا أقعد أضرب تحت بعض ولا التاني. Suppose I have 1 plus x power n. اقول لك والله one way انك تضيف واحد، ثاني حد ان تشوز 1 في x، اللي بعده ان تشوز 2 في x سكوير وثلاث نقاط والحد الاخير x power n. عندنا شويه شروط. الشرط الاول لازم المدخل الاولاني ده يكون كام؟ must be 1. must be 1. وهذا ال n اللي هو الاس ده او الباور ده must be a whole positive integer، عدد صحيح موجب. خلاص؟ يبقى ده whole يعني كامل يعني مش كسر. طب لو كان كسر هنعمل ايه؟ هنقول لك دلوقتي حاجه. So whole positive تمام ما ينفعش يبقى نيجي. integer يعني عدد صحيح كامل. عدد صحيح موجب. ينطبق عليه القاعده دي. ايما كانت بقى منين ما تحط لي هنا حاجه غير واحد خليها واحد. خليها واحد ازاي؟ باخذها مشتركه انها مشتركه زي المساله اللي قبليها. واخد الان بتاعتي احطها في كل مكان واخد الطوبه دي احطها في كل مكان اكس. فادي اكزامبل تاني اهو انت مليه. لو انا عندي واحد زائد 3 اكس اس 5 اقول له ايه بقى؟ هقول له هستخدم الفورمولا دي اكتبها قدامي استدعي القانون ده واقول له سبستيتيوت ال n تساوي 5 وال x is replaced by 3 x. استبدل مكان كل x واحط ايه؟ 3 x. طبق الكلام ده على ده مين هيبقى ليه؟ الانسر هتبقى ايه؟ واحد. اول حد كام؟ واحد. وبعدين هنا كام؟ 5. تشوز واحد. اكس.
خمسة ثلاثة إكس ثلاثة إكس حطها في قوس كده بعدين زائد ها خمسة تشوز اثنين ها والثلاثة إكس هتبقى فور كام وثلاث نقاط وآخر حد إيه بقى الثلاثة إكس دي كام في صعوبة ده المثال اللي بعديه هنلون عليه ونخليك تمثال نقول روح العب سالب ايه؟ احنا بقى هناخدها بربطة المعلم. ناخدها بكشرين. انا لو واحد قال لي واحد ناقص ثلاثة اكس اس خمسة. او انا اقول هريبليس الاكس بكام؟ بناقص ثلاثة اكس وحطها في قوس كده. وريبليس الان بكام يا شباب؟ بخمسة. واستخدم الفورمولا حطها قدامي عمر مرة. فمالون الانسر بتاعتي. يبقى ايه؟ اول حد كام؟ واحد. زائد ها؟ خمسة. تشوز 1. بس في ماينس 3 اكس اس كام؟ بلس ها 5 تشوز في مين؟ ماينس 3 اكس اس كام؟ ونقاط واخر يا فندي ماينس 3 اكس اس اس في المدرسه في السنه بيعلموا الولاد يقول له لو كانت الاشاره دي موجبه الوسطى دي فكل الحدود موجبه واذا كانت سالبه فالحدود تتأرجح موجب سالب موجب سالب هذا غير صحيح يصح فقط اذا كان الاس عدد صغير موجب بس احنا بعد شويه هناخد الاس بتاعنا عارفين كسر زي ينفع سالب ينفع لا فرق على الاطلاق فروق طفيفه جدا خلاص علمنا دول فانا ما اشغلش دماغي هل الاشاره دي موجبه ولا مش موجبه انا اقول انا هاخد ده بربطه المعلم يا خالد اهو هاخد كل ده باشاره هو ده هيبدل مكان مين؟ مكان الاكس والان انا عارف وما دام ده واحد انا ما عنديش مشكله لو ما كانش واحد اي نو طيب تعالى بقى ناخد بقى ايه؟ الفرق بين هذا ولو الاس كان كسر او سالب الان بتاعتي دي اللي هي الباور هنسميها ايه؟ راشنال كلمه راشنال لما يسميها كده يعني معناها ان هو ممكن يبقى نيجاتيف انا بعمل علامة ماينس واحط جنبها دي اي نيجاتيف اور فراكشن فراكشن يعني كسر وطبعا كسر غير حقيقي يعني كسر ما نقدر ما هو 15 على 3 ما هو كسر بس انا اقدر اكتبها 5 انا عايز كسر كده بروبر فعلا 15 على 4 ده كسر مش هتقدر تبصره فهنا ده سالب او كسر اقول لك ولا يهمك هو بس هكتبه بطريقه مريحه انا الواحد زائد اكس اس ان ده يا حضرات كتبناه ايه المره اللي فاتت؟ ملون اول حد كام؟ واحد اللي بعده واحد ان تشوز 1 اللي هي ان فنخليها كده احسن اللي بعده ان بان ناقص 1 على 2 فاكتوريال كده ولا لا؟ لما اقول ان تشوز 2 اتعلمناك انك انت تقول ايه تحت يا فاكتوريال مين؟ فاكتوريال 2 فوق كام حد؟ اثنين يبداوا بمين؟ بان بان ناقص ايه؟ وهنا الاكس بتربيع طب ملوني عشان خاطري اللي بعد ده من المزيكا لما ضرب اثنين دي تبقى كام تحت؟ فوق كام حد؟ هما مين؟ ان طلعت ان خلاص يا سيدي لا ان فين ناقص واحد بان ناقص اثنين مضروب 3 اكس شوف بقى يا سيادتك هناك كنا بنقفل على كام؟ اكس اس كام؟ هنا ما نقفلش هنا يستمر الى ما شاء الله الى ما شاء الله معناه ان الاكسبانشن ده انفاينايت انفاينايت يعني لا نهائي ما لا نهائي ما لا نهائي انفينيتي انفاينايت يعني غير محدود يعني لا يتعوض يعني يستمر الى يوم الدين. فده مستمر. وبعدين في حاجه بقى نعرفها لما ندخل المعهد هنا بقى وندرس الرياضه العليا بقى شويه على خفيف يعني حسبت سنه اولى يعني كلام اول كورس بياخدوه كمان بيحط شرط جنب ده هناك ما فيش اي شرط هنا يحط شرط كونديشن الكلام ده ليه معنى اندر ذا فولوينج كونديشن ان المودلس عشان كده درسنا المودلس في المحاضره السابقه بتاع ما هو كائن في هذا المكان اللي هو الاكس في الحاله دي لازم يكون ستريكتلي اقل من واحد ما ينفعش علامه حتى يساوي
لأنه أنا يعني لو كان عندي هنا علامة يساوي هنلاقي في صعوبة المجموع ده ممكن يطلع ما لا نهاية. لو كان الإكس بتاعتي بره الحدود دي خارج الأقل من واحد يعني مش محصورة بين سالب واحد وموجب واحد هذا المجموع ممكن يطلع لا نهاية. ملوش معنى. يعني إيه لما تقول الفلوس بتاعتك انفينيت وات ذا مينينج أوف انفينيت؟ أي دونت نو. فعليها شرط هناك ما كانش فيه شرط يبقى احنا بنحطهم لك الاثنين تحت بعض اهو. ادي الكيس بتاعت الان بوزيتيف وان وادي الكيس بتاعت الان فراكشنال او نيجاتيف كسريه فراكشنال اور نيجاتيف الاثنين واحد. اكتب لي المفكوك هنا بتاع واحد زائد اكس اس ان مينيمال ليه ده يطلع كام؟ يلا ذاكر وانت قاعد. واحد زائد كام؟ زائد 2 يعني اذا ثاني حد حصل ضرب. لا مش حد. انا ليه بحفظها لك كده؟ لان عاده في الامتحان بقول لك اكتب اول ثلاثه حدود. ده في اثنين في جيبك. اول حد واحد وثاني حد اضرب الاثنين ضرب. فكر في الثالث بقى. الثالث هيبقى ايه؟ تحت مضروب كام؟ اثنين. والاكس باور كام؟ اثنين. وقبل كام خانه هنا؟ اثنين. اللي هم مين؟ اثنين. وزائد ثلاث نقاط. واخر حمار اكس باور كام؟ اثنين. الحمار اللي بيقولوها في امريكا يقول لك ذا انيمال، ذيس انيمال از اكس باور ان. لماذا سمي بالانيمال؟ لانه انيمال بالفعل. الانيمال ما بيصدش ولا يعمل فيه اللي انت عايزه. فهو بيسموه اكس باور ان، يقدر يغير نفسه ما يقدرش. يروح منك ما يروح اندر الكنترول. طيب خلص اللي تحته زيه بالظبط بالظبط غش بس ما تتوقفش عند اكس باور ان لا يختفي وتوقف عند النقط امشي لحد النقط وخلاص النقط بتقول ان الحدود اللي جايه شبه ده وماشيه لحد فين مفيش حاجه اسمها لحد الاخير ونحط الشرط يبقى هنا مليون هكتب ايه؟ واحد ان بيمس ها غش ان بين ناقص واحد على مضروب اكس ايه؟ وزائد ثلاث واحط كونديشن بقى الاحمر ده ما هو الكونديشن؟ المودل بتاع الحاجه اللي اسمها جوه الكوز دي اسمها